وللمزيد حول الحرب في أوكرانيا والاتهامات المتبادلة بين روسيا والغرب في وقت وعد الرئيس الأمريكي بمزيد من الدعم فيه لأوكرانيا، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم جميعا. حياك الله. بداية، في كلمته اليوم أمام الكرملين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب وأوكرانيا يسعون لاستهداف روسيا وضرب منشآت بلاده النووية. هل هذه التحذيرات هي مقدمات لما هو أبعد من حرب أوكرانيا برأيكم؟ بالطبع الرئيس بوتين، الرئيس الروسي بوتين الذي شن حرب ضد أوكرانيا، أراد القضاء على الحكم في هذا البلد في أوكرانيا والسيطرة عليها، وظن بأن الأيام معدودة لكي يحقق أهدافه. ولكن اليوم بعد مضي عام، اليوم نحن في الذكرى الأولى وربما تكون ذكرى أخرى في هذه الحرب التي لم يتقدم بوتين فيها قيد أنملة. صحيح بأنه سيطر على ما مجموعه بحدود 100,000 كيلومتر مربع، ولكن ليس السيطرة هي النصر، النصر هو من يستطيع أن يسيطر على هذه المنطقة بشكل تام. يعني منذ بداية الصيف حتى الآن لم يستطع جيش روسيا ومعه واغنر ومعه قديروف وغيره أن يسيطر على مدينة باخموت. اليوم ما يقوله بوتين بأن روسيا أو بأن الغرب والولايات المتحدة تريد أن تدمير روسيا، هو يريد أن يحشد قوات بلاده أو يحشد الرأي العام الروسي بأن روسيا تتعرض لهجوم، تتعرض للإبادة، وبأنه يدافع عن روسيا، متناسيا بأنه هو من شن هذه الحرب في روسيا وفي أوكرانيا وفي سوريا وفي شيشان وفي جورجيا وفي مناطق أخرى، وتدخل في مناطق أخرى ضد حرية الشعوب. إذن هو يريد أن يقول لشعبه بأن هذه الحرب الذي يشنها هي من أجل الحفاظ على روسيا وليس من أجل أوهام ومن أجل يعني أفكار بوتين التي تشبه أفكار هتلر في السيطرة على منطقة واسعة أو بناء روسيا الجديدة. لذلك بوتين اليوم ألغى معاهدة ستارت. هنا السؤال المهم، يعني معاهدة السرد للحد من الأسلحة الاستراتيجية وتحديدا الأسلحة النووية بين البلدين، علما أن البلدين يملكان رؤوسا حربية تكفي لإزالة هذا العالم كله، ماذا يعني أن يعلق بوتين العمل بمعاهدة ستارت؟ يعني بداية هناك عدة اتفاقات عقدت مع الاتحاد السوفيتي ومع الولايات المتحدة أو مع الناتو من أجل تخفيض الرؤوس النووية، منها ستارت 1 ستارت 2. أما هذه الاتفاقية التي علقها بوتين فهي موقعة في عام 2010 بين الاتحاد الروسي وما بين الولايات المتحدة والغرب، التي تقضي بتخفيض الرؤوس النووية حتى 1550 وحدة. ولكن إلغاء هذا الاتفاق يعني بأن لا حدود لصنع هذه أو لوجود هذه الوحدات النووية، يعني هو تهديد مبطن من قبل بوتين بأنه يلغي أي حد أو أي اتفاق حول السلاح النووي، وبأنه مستعد لأن يعني يهدد بهذا السلاح، وقد هدد أكثر من مرة بهذا السلاح. وأن العقيدة العسكرية النووية الروسية تقول بأن التهديد لأراضي روسيا يعني أنه يسمح لهم باستخدام السلاح النووي. وطالما أن بوتين الذي أجرى يعني استفتاءات في عدة أقاليم ومنها دونباس وكذلك خيرسون وكذلك بعض والقرم وغيرها بأن هذه الأراضي أصبحت أراضي روسية، وبأن أوكرانيا والغرب يريدون السيطرة على هذه المناطق، كذلك أوكرانيا هي تقول بأنها تريد مساعدة الغرب والدعم من كل أنواع الأسلحة من أجل استرجاع أراضيها التي ضمنها الاستقلال 1991. إذن كل طرف من الأطراف يريد أن يقول لشعبه بأنه يدافع عن الأراضي المقدسة للدولة التي ينتمي إليها. الرئيس بايدن صرح بأن بلاده ستدعم أوكرانيا بدون توقف والدعم مستمر، وأن وضع أوكرانيا الآن أفضل، وميدانيا
السؤال هنا، هل فعلا أوكرانيا وضعها أفضل اليوم؟ يعني حتى الآن الأسلحة الموعودة لأوكرانيا لم تصل بالشكل المطلوب لكي تقوم بشن عملية عسكرية أو لتفويت العملية العسكرية الهجومية التي تسعى روسيا من خلالها السيطرة على كامل إقليم الدونباس أو على بعض المناطق، وربما باتجاه أوديسا وباتجاه مولدوفا، يعني حتى تحرم أوكرانيا من كل شواطئ البحر الأسود وبحر أزوف. وهناك خطة روسية لتطوير الموانئ على بحر الأسود وبحر أزوف من أجل حرمان أوكرانيا. لذلك الأسلحة التي تتكلم عنها الدول الغربية حتى الآن، مثلا كتيبتين ليوبارد وكذلك 14 دبابة برامز وبحدود 31 دبابة تشالنجر، أو بالعكس يعني 31 برامز و14 تشالنجر، كل هذه الدبابات يعني بحدود 3 كتائب، يعني لواء مدرع، وهذا اللواء المدرع يعني يأخذ قطاع بحدود 3 إلى 5 كيلومتر في الهجوم، وبالدفاع بحدود 10 كيلومتر. إذا ماذا عن الحدود التي أو الجبهة التي هي بطول 1000 كيلومتر؟ إذا أوكرانيا بحاجة إلى دعم كبير من الدبابات أولا، والدبابات يجب تغطيتها بالدفاع الجوي. يعني نفهم من هذا الكلام أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا أو الدعم الغربي لأوكرانيا لن يحدث فرق حقيقي في المعارك. هو جيد ربما إذا تركز هذا الدعم على منطقة محددة، على جبهة محددة وليكن باخموت، أو على منطقة هجوم، وتم تغطية هذه الدبابات في الأسلحة أو أسلحة الدفاع الجوي، يعني تم حمايتها من الجو، ربما تحدث فرقا في منطقة معينة. أما على طول الجبهة 1000 كيلومتر من إقليم الدونباس وحتى خيرسون، فهذا الأمر يحتاج إلى 3 أو 4 فرق عسكرية من الدبابات والمدرعات التي يعني المعركة المشتركة الحديثة تتطلب وجود المدفعية وتتطلب وجود الدبابات وكذلك العربات القتالية وأجهزة الإشارة وأجهزة الرادار والدفاع الجوي والطيران وكل والاستطلاع والمعلومات الأهم. هذه الصنوف الأسلحة يجب أن تكون متضافرة حتى تنجح المعركة. ما هو تفسيركم إذن لعدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية للطلب الأوكراني بأن يتم تزويدها بطائرات وصواريخ بعيدة المدى؟ يعني حتى الآن نرى من زيارة الرئيس بايدن إلى كييف وإخبار الروس بأنه هو سيوجد في كييف حتى لا تقوم روسيا بقصف هذه المنطقة، يعني بأن كلا الطرفين لا يريد يعني تطوير الموقف العسكري القتالي ما بين الدولتين. لذلك حتى الآن تصر أمريكا بأنها لن تقدم السلاح الذي يمكن أن يضرب عمق الأراضي الروسية، حتى الآن تعطي أسلحة دفاعية أو أسلحة من أجل إدارة المعركة وليس من أجل قلب نتائج المعركة انتصارا للأوكرانيين. لذلك كل هذه الدبابات التي اليوم يتكلمون عنها هي بحدود لواء واحد، ولكن الجبهة تحتاج إلى على الأقل 4 ألوية أو 5 ألوية من أجل أن تكون هناك شن أو حشد هذه القوات المدعومة بالمدفعية الهيمارس والمدفعية الدقيقة والمعلومات والاستطلاع والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، حتى يتم مثلا استرجاع منطقة ماريوبول أو زاباروجيا أو بعض المناطق. يعني تركيز هذه القوة الجديدة على منطقة معينة يحدث فرقا بالتأكيد. أما على طول الجبهة فهو يحتاج إلى الكثير الكثير من الدبابات والمدرعات والمدفعية والطيران أو الدفاع الجوي الذي يمنع الطيران الحوامات والطيران والصواريخ من ضرب هذه الدبابات. يعني حماية الدبابات هو واجب من أجل أن تقوم هذه الدبابات بتقديم ما عليها من جهود عسكرية في إنجاح المعركة إن كانت في الهجوم أو الدفاع. نعم، عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلى بانوراما الرافدين.